السلطة الراقصة المبهجة والحساء السعيد، أطباق جديدة في المطبخ التايلاندي الشهير يدخل الحشيش في مكوناتها. الأمر لا يختلف كثيرا عن أوراق الخضار المقلية. أعتقد أنه طعام بديل بالنسبة لأثره بعد الأكل، فهو يجعل حلقي جافا وأتوق إلى الحلويات. مشروع بدأ في مطعم بمستشفى معتمد من الحكومة كرائد في تايلاند لدراسة استخدام الماريجوانا، والزبائن سعداء. طعمها مر قليلا، ورق الحشيش مميز جدا ومريح للغاية. أنا أحبه كثيرا. الموافقة على استخدام الماريجوانا لأغراض طبية أقرت عام 2019 في تايلاند. مديرة المشروع في المشفى ترى أن إضافة الحشيش للأطباق جذبت الناس له أكثر من البرامج التعليمية. كمية صغيرة من أوراق القنب عند وضعها في الطعام تساعد في العلاج وتعين المريضة على التعافي بشكل أسرع، كما أن أوراق القنب يمكنها أن تفتح الشهية وتعالج الأرق وتحسن اعتلال المزاج. مشفى أبها بهو بهار المعروف باستخدام الأدوية العشبية ينصح الحوامل بعدم تناول أطباق الحشيش، لكن المشروع يهدف لتعليم الطهاة كيفية طبخه بأمان. نخطط لإضافة المزيد من القنب إلى الأطباق التايلندية المعروفة مثل حساء الكاري الأخضر لزيادة شعبية هذه الأطباق بشكل أكبر، ومن خلال تقديم هذه الأطباق للأجانب يمكننا تمهيد الطريق لتعزيز القنب التايلندي في المجتمع العالمي. تايلاند أزالت الحشيش من قائمة المخدرات وسمحت الحكومة بزراعة النبات، لكن زهرة الماريجوانا غير قانونية، والمستخلص المركز للقنب يتطلب وصفة طبية.